معايا مداخله مهمه. اتفضل. اللواء حلمي مشهور عضو مجلس اداره الاتحاد المصري لكره القدم. يا فندم صباح الخير، حضرتك مشرف ومنور. انا الكابتن محمد صلاح عشره العمر. سياده اللواء وحشتنا يا فندم. الله يخليك. وحشنا ربنا يخليك يا فندم. اهلا يا فندم. اهلا يا فندم. اتفضل. طيب احنا دلوقتي اتحاد الكوره طلع بيان بناء على تصريحات الاستاذ جمال علام اللي بياكد فيها انه لم تتم اقاله الكابتن ايهاب جلال، وانه قال فقط انه كابتن حازم امام وكابتن محمد بركات بيدرسوا ملفات مدربين اجانب لمنتخب مصر. وده انا كنت لسه بتكلم مع كابتن محمد صلاح انه التصريحين عكس بعض، انت منين بتدرس ملفات لمدربين اجانب ومنين مفيش اقاله للكابتن ايهاب جلال؟ فحضرتك توضح لنا الموقف بالنسبه للكابتن ايهاب جلال وبالنسبه للمدير الفني لمنتخب مصر. لا الكابتن الاستاذ جمال علام رئيس الاتحاد بيوصف الاتي، يعني في ملفات ذاتيه بيدرسها الكابتن حازم والكابتن بركات للمدير الفني للاتحاد والمنتخب الاولمبي، و هتصل لاي موقف مش 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 المقصود بيها الفريق الاول، يعني المقصود المقصود بيها منتخب اولمبي واتحاد الكوره كمدير فني، مدير فني لاتحاد الكوره تمام والمنتخب الاولمبي تمام، و موجوده للاتحاد بتحسبها في اي موقف. الملف اللي رده الاتحاد والكابتن بركات. يعني الموضوع ده ملوش علاقه بالكابتن ايهاب جلال؟ لا لا لا، الكابتن ايهاب جلال مستمر في موقعه وحاليا بيخوض مباراه في كوريا، ان شاء الله ربنا يوفقه ويوفق اللعيبه ان شاء الله لاداء المباراه الوديه، لان المباراه الوديه دوليه موجوده في الاجنده الدوليه علشان دي برضو بتعمل تصنيف الرانك بتاع مصر. عارف مصر تبقى محتاجه برضو مباريات وديه، هي حاليا مصر في التصنيف الاول محافظ على المركز. طيب كابتن سياده اللواء بعد اذنك استحملني شويه، يعني كده الكابتن ايهاب جلال مكمل نهايه عقده؟ كابتن ايهاب جلال مكمل لحد لو حصل اي موقف واي طارئ، مفيش ما يدع، يعني لو هو عايز يمشي مفيش اي احنا كابتن جلال مستمر مدير فني للمنتخب هناك مستمر، يعني هو بس تضارب التصريحات اللي ناس فهمت الموضوع غلط. طيب يعني انا اقصد ان حضرتك دلوقتي بتقول لي انه كابتن ايهاب جلال هو حاليا المدير الفني للمنتخب القومي الاول. طب لو اتغلب من كوريا يمشي؟ كابتن محمد صلاح بيقول لك لو اتغلب من كوريا ممكن يمشي؟ لا يعني مش كده، مش يعني مش ماشي، يعني مدير فني يختار ماتش هيمشي؟ انت بتدرس الاسباب كلها من كل جوانبها، مش نتيجه مباراه هتحدد مصير مدير فني.